السلام عليكم ورحمة الله الله. وبركاته. موقع مهم جدا للبحث العلمي. لو انت عندك اي كتب PDF تقدر انت ترفعها، يبدا هو يتعامل معاها، يبدا ان هو يلخصها لك، يبدا ان هو يعمل لها اعاده صياغه. مفيد جدا في البحث العلمي، وفي بيبرز كتيره موجوده. لو انت عايز انت تعمل سيرش تقراها تقدر انت تشوفها. في كونفرس كتير مرفوع هنا، في كذا جورنال موجود، يعني تقدر تعمل بحث على حاجه معينه او ترفع انت ملف من عندك ويبدا ان هو يساعدك فيه. وبرضه في ميزه ان انت تقدر تضيفه للمتصفح بتاعك بحيث ان هو يبقى موجود معاك في اي وقت، تلاقي PDF تقول له لخص لي الورقه ديت. وفي اداه موجوده هنا تساعدك في عمل الاقتباس من اي حاجه، مثلا عملت اقتباس من كتاب او كده فبيجيب لك الريفرنس بتاعتها. ممكن مثلا عندك جورنال، عندك ويب بيج، الحاجات دي كلها، فهو يكتب لك الصيغه بتاعتها، مجرد تديله اسم البحث او اليو ار ال بتاعه، فهو يكتب لك الطريقه اللي هي الاكاديميه، الجورنال نيم والفوليوم والاشيو والبيجز وكل حاجه. وبرده في اداه تخليك تكتب بطريقه اكاديميه اكتر، اول ما تديله التكست يبدا ان هو يعمل لك اعاده صياغه ليها.